سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامجكم عصير خفيف طريف دائما على قناة ريمال تي في. عصير ديال اليوم سيدنا اختارينا لكم يكون عصير سموتي بالحامض. نحتاجو فيه جوج حامضات، جوج بنانات، دانون كريمي فاني، سكر سنيدة، ولي غلاصون. على بركة الله، حامض، بنان، دانون نكهة الفاني، شوية ديال سكر سنيدة، ولي غلاصون. دائما كنحاولوا اننا نخليو لي غلاصون هما الاخرين باش نحافظوا على الماكينه ديالنا. حامض الشكل النهائي ديال العصير ديالنا هو هذا، كيجي زوين وبارد وخاطر. كنخدمو بالطريقة هذه بصحة وراحة.